شهدت مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين وكالة بيت مال القدس الشريف وبنك فلسطين في عدد من المجالات التنموية المختلفة. وبموجب الاتفاقية اتفق الطرفان على تقديم البنك لوكالة بيت مال القدس الشريف خدمات استشارية متعلقة باستثمار وتشغيل ودائع صندوق بيت مال عبر إدارة استثمارها من أجل زيادة الموارد المالية وتعزيز الدخل، وتقديم البنك خدمة التجارة الإلكترونية لصالح الوكالة عبر موقعها الإلكتروني، مما يتيح لها استقبال الأموال المتعلقة بالتبرعات أو مبيعات منصاتها الخاصة بالمنتجات الفلسطينية المعروضة على الموقع الإلكتروني. وتنص الاتفاقية أيضا على تعاون الجانبين فيما بينهما ضمن برنامج فلسطينية الذي يعتبر جزءا من برامج البنك من أجل تنظيم فعاليات وأنشطة مشتركة لدعم السيدات والنساء المقدسيات وتعزيز مشاريع سيدات خريجات برنامج فلسطينية بالتعاون مع الوكالة، إلى جانب تفعيل النشاطات ذات الصلة بالمجال الثقافي والفني وريادة الأعمال والإبداع في البلدة القديمة بمدينة القدس داخل بيت المغرب، وتعزيز حضور وكالة بيت مال القدس الشريف في المدينة المقدسة والمساهمة في زيادة تأثيرها ونشاطها عبر برامج مشتركة في هذا السياق. هذه الاتفاقية همت بالأساس تقديم الدعم في مجال التجارة الإلكترونية إيكوميرس، أيضا دعم المناشط الاجتماعية والثقافية في مدينة القدس، ودعم البرامج التي تهتم بتمكين المرأة المقدسية. وأيضا هذه الاتفاقية تأتي في إطار توجه وكالة بيت مال القدس الشريف في تجويد إدارتها الإدارية وإدارتها المالية. شرف بتوقيع اتفاقية بين وكالة بيت مال القدس وبين بنك فلسطين. هذه اتفاقية استراتيجية ومهمة جدا إلنا كبنك، وإلها أثر كبير، يكون يعني إلها أثر كبير على القدس وعلى القدس الشريف. هذه اتفاقية يكون إلها أبعاد كبيرة، منها من ناحية تمكين الشباب ومن حيث دعمهم ومن حيث الريادة. هاي المذكرة بين وكالة بيت المال وبنك فلسطين هي يعني في إطار الحفاظ على دور الوكالة في القدس وتعزيز هذا الدور بالأدوات والتسهيلات والإمكانات المتاحة لبنك فلسطين، سواء كانت في موضوع القروض للإسكان وقطاع السياحة، كذلك في موضوع تشغيل المرأة ودعم مشاريع النسوية.